يعني هتضلها متأخر متر إلى متر ونص عن خط التسلل. ولا لا؟ احنا ما بدنا نجامل. يعني هذا الموقف عبد الله الحين هو اللي تخزن ببالك لحظة تعمل في اللعبة الثانية. صار لي الآن بعد. لا استنى شوي. استنى المركز صح. المركز الجانبي تكنيكك صحيح. المركز الصحيح هذا هو الحالة الأولى. إنك أخذت الجانبي ولا لا؟ هذا الجانبي. عبد الله من الحكام الجيدين واللي احنا نعتمد عليهم وكل واحد يغلط ما مشكله بدنا نتعلم اطلعوا من هذا الطابق. الحارس والمدافع. الحارس والمدافع. الحارس والمدافع.